محامي مصري يرفع قضية على الرئيس المصري بسبب السماح للسفن الإيرانية المحملة بالأسلحة بالمرور عبر قناة السويس إلى نظام الأسد. ولم يكتفي بذلك، بل أسس مركز مصر والشام للخدمات القانونية للدفاع عن حقوق السوريين في مصر فيما يتعلق بالإقامات والترحيل والمحتجزين بتهمة الهجرة غير الشرعية. القائمون على المكتب يقولون إنهم يقدمون هذه الخدمات دون مقابل، وعلى الرغم من ذلك يتعرضون لمضايقات من معارضين سوريين على حد قولهم بدل أن يساعدوهم في عملهم. كيف يعمل هذا المركز وهل له السلطة القانونية الفعلية لتقديم هذه الخدمات للسوريين؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا في حلقة اليوم من هنا سوريا. يمكنكم التواصل معنا ومشاركتنا بآرائكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة، وتتابعونا أيضا في حلقة اليوم. العودة إلى حمص، فيلم الافتتاح في مهرجان أمستردام الدولي. خمس وثلاثون جمعية ومنظمة تنضم لمكتب حلب وتدعم المجتمع المدني. ولقطة اليوم: ثياب داخلية وأدوية إمساك مساعدات النظام لقواته المحاصرة. يشارك فيلم العودة إلى حمص رسمياً في مسابقة الفيلم الطويل لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية 2013، أهم المهرجانات المختصة بالسينما التسجيلية في العالم. واختير الفيلم وهو من إخراج طلال ديركي ليكون فيلم افتتاح المهرجان الهولندي بدورته العشرين كأول فيلم عربي يفتتح به المهرجان الذي ينطلق في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويأتي الفيلم الذي صور على مدى 3 سنوات ليرى وفق الحياة اليومية لشخصياته الرئيسية من بطل الفيلم الأول عبد الباسط الساروت إلى بطل الفيلم الثاني الإعلامي أسامة ابن حي الخالدية الذي أصيب بشظايا قذائف الهاون قبل أن تعتقله قوات النظام. والمخرج طلال ديركي خريج المعهد العالي للسينما أثينا عام 2003، له عدد من الأفلام الروائية القصيرة منها رتل الكامل من الأشجار وفيلم تسجيلي واحد اليوم 34 الذي يتحدث عن اللاجئين اللبنانيين في سوريا بعد حرب تموز. ينضم إلينا عروة نيربية المنتج السينمائي لفيلم العودة إلى حمص من القاهرة عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذ عروة. إذن الفيلم العودة إلى حمص يعتبر كأول فيلم عربي يتم عرضه كافتتاحية للمهرجان، كيف ترى هذا الإنجاز؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين جميعا، مساء خير وحرية. بالنسبة للفيلم بافتتاح مهرجان أمستردام الدولي، نحن أكيد سعيدين كثير بأنه شغل 3 سنين ساهموا فيه ناس كثير. مخرج الفيلم أولا طلال، هو قضى من عمره 3 سنين هو وعائلته وتعب واشتغل شغل كثير كبير. بعتقد أنه هو قدر ينجز فيلم من النادر انه طلع فيلم بهذا المستوى وبعد تعب كثير كبير. في ناس كثير ساهمت في انه نوصل لهون، ناس منهم اللي استشهد ومنهم اللي اعتقل ومنهم اللي هلا حول الكره الارضيه يعني، وفي منهم اللي لسه مثل ما بنقول مرابطين. طيب هذا الفيلم العوده الى حمص المذكور بانه بديته فيه من 3 سنين، يعني تقريبا من بدايه الثوره، الشخصيات الاساسيه اللي كانت بالفيلم هل وضعتوا يعني سيناريو معين انه هاي الشخصيات بدكم تصوروها وهي الشخصيات كيف حتكون طريقه تصويرها او كيف تم الموضوع؟ هذا النوع من الشغل بصير بالصبر الطويل، يعني هو بحاجه لزمن طويل لانه نحن هون مساهمتنا السينمائية بشو عم يصير ببلدنا وبثورتنا. المساهمة هي انه نقدم شيء ابعد من الخبر، ابعد من شو صار اليوم، اللي هو انه نقدم للناس حول العالم فرصة يشوفوا هدول الاشخاص، هدول الابطال، هدول الناس كيف عاشوا على مر الزمن.
يعني كيف ابتدوا بالأول فلميين مسالمين عم يطالبوا من مطالب بسيطة كثير، وكيف الظرف المحيط والقمع والقهر وصلهم لعند خيارات ما كانوا أخذوها يمكن لولا هذا الأذى ولولا هذا الألم اللي هم وصلوا له. وبرغم ذلك بفرجي كل الناس الشيء اللي الناس ما كتير عم تقدر تشوفه، لأنه لما بيشوفوا مقطع إعلاميا مجتزأ بيشوفوا شخص عم يطلق نار مثلا بيقدروا فورا يكون عنده الموقف سلبي انه هذا شخص عم يقتل، بس لما بيشوفوا حياته على مرة ثلاث سنين مر فيها بصعوبة وبتعب وبألم شديد وبأحلام عم تزهر من قبل عالم كامل، بيكون نحن عم نمارس دورنا. وانه مهرجان مثل مهرجان أمستردام يفتح المساحة بهي الطريقة لهالشيء، طيب. وأكيد شهادة للفيلم وللأستاذ طلال، ولكن أيضا هو شيء من يثبت أنه في العالم ما زال هناك ناس مهتمة. طيب الفيلم يعني مثل ما ذكرت حضرتك ومثل النتيجة مبينة من خلال رح يعرض كافتتاحية بمهرجان أمستردام، شو هي الرسالة المميزة بهذا الفيلم خاصة أنه رح يشاهده جمهور غربي كمان؟ هو بالتأكيد اليوم بدي أقول هذا الفيلم مثل هذا هو موجه اليوم للعالم كله، طبعا هو موجه للعالم كله لحتى يتعرف علينا، يعرف هي الثورة مين الناس اللي عم صنعوها ومين الناس اللي عم يشاركوا فيها، يعرف انه لما بيجتزأ شيء من اخطاء الثورة وبيتقدم بوصفه هو صورة الثورة، يعرف انه هذا اجتزاء ويشبوت فعلا اهلا وسهلا تفضلوا شوفوا نحن كيف عشنا ثلاث سنين وكيف وصلنا لهون. هذا الشيء بعتقد بيساعد كل الناس حول العالم على انه يفهموا علينا شوي اكثر، لانه الاعلام الدولي عم يتلاعب عموما بشكل واضح وما في شك. الشيء الثاني هو انه هيك نوع من الافلام بيبقى لاحفادنا ولاولادنا، لانه هن اكيد ما رح يقدروا يشوفوا الاخبار اللي نحن بنشوفها كل يوم، ولا رح بالضروره يصح لهم احفادنا انه يفهموا شو صار معنا بهي الايام. بس هلا نحن بدنا ناخذ منك وعد استاذ عروه على الهواء بانه بعد عرضه بالمهرجان نعرضه عنا. والله بتشرف ومنتشرف جميعا، وهي طلب. لا لا بدنا وعد، بدنا انه اوكي رح ناخده نعرضه ان شاء الله حصريا، يعني حصريا يكون خلونا يا شوي لحتى يكون الفيلم، لازم الفيلم ان شاء الله ينزل بصالات سينما بالعالم بالغرب. إذا منقدر نحقق هذا الشيء منكون حققنا أكبر خدمة لثورتنا ولشعبنا كله ولمستقبلنا حقيقة. هاي دورنا ومنحاول نساهم فيه، وهي عهدنا اللي عطيناه للناس اللي بالفيلم والناس اللي استشهدت أثناء صنع الفيلم والناس اللي لساها بحمص اليوم عم تشتغل وتعيش، الإعلاميين أبو عدنان الناس التانين اللي لساتهم اليوم بحمص مرابطين وعم يحاولوا يعملوا شيء له معنى وله قيمة لشعبنا. نعم. فمن لك توفيق للكل يعني. نعم شكرا لك عروة نيرابية المنتج السينمائي لفيلم العودة إلى حمص على هذه المشاركة. كشفت الكنيسة السريانية في سوريا عن فتح باب التفاوض لاسترجاع المطرنين المختطفين في البلاد منذ نحو 6 أشهر مؤخرا، وقالت بطركية السريان الأرثوذكس ومقرها دمشق وهي مرجعية السريان الأرثوذكس في العالم في بيان عن وكالة الأنباء الألمانية أن الكنيسة لم تدخر جهدا منذ اختطاف المطرنين حتى الآن في فك أسرهما، وهي تقدر كل الجهود الخيرة في التعاون معها لإطلاق سراحهما وعودتهما سالمين. حذر الائتلاف في بيان له من عودة أمراض خطيرة إلى سوريا تخلصت منها منذ 10 سنوات، وذلك نتيجة الحصار والتجويع المفروضين من قبل قوات النظام على المناطق المحررة التي يسيطر عليها الثوار. وأشار الائتلاف إلى أن النظام يسعى إلى خنق المناطق المحررة من خلال منع دخول الدواء والغذاء واللقاحات الضرورية للأطفال، ونتيجة ذلك بدأت ترد تقارير من المشافي والنقاط الطبية في تلك المناطق حاملة تحذيرات جادة باحتمال عودة بعض الأمراض الخطيرة التي تخلصت سوريا منها قبل وقت طويل. وطالب الائتلاف مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم نظام الأسد بفتح ممرات إنسانية آمنة إلى كافة المناطق المحاصرة في سوريا، كما دعا المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود إلى التفاعل بسرعة مع الأزمة الإنسانية والصحية الخطيرة والمتفاقمة في تلك المناطق وسائر مناطق سوريا والإسراع في توجيه المساعدات الطبية الكافية إليها.
ينضم إلينا الدكتور محمد خالد، طبيب عامل في المناطق المحررة من إدلب عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك دكتور. إذا تحذير من عودة الأمراض السارية والبائدة منذ زمن في سوريا، ما هي أهم هذه الأمراض وأخطر الآن المنتشرة، وهل نسبة الانتشار هي فعلا كبيرة ومخيفة؟ الحقيقة هذه العودة السريعة للأمراض المزمنة التي فعلا تخلص من الشعب السوري منذ فترة لا تقل عن 20 عام، له مقومات أهمها أن هذا النظام المجرم الذي أوغل في القضاء على حياة السوريين، والذي هو بامتياز نظام ضد حياة البشر والشجر، فالنظام الذي يفتعل الحرائق ويقضي على مصادر المياه ويحاول من تغيير البيئة، هذه كلها أرضية تساعد على عودة الأمراض الفتاكة، ومن أهمها الحقيقة أمراض مثل شلل الأطفال والتهاب السحايا والكوليرا ومرض السل والدفتيريا والحمى التيفية، وهي أمراض فتاكة الحقيقة بدأت تعود في الأماكن المحررة بسبب نقص العناية الصحية. شو هي أكثر المناطق دكتور المحررة يلي منتشر فيها الأمراض الآن؟ الحقيقة معظم الأمراض، معظم المناطق المحررة بدأت تعود هذه الأمراض، مثلا ريف محافظة إدلب، ريف محافظة اللاذقية، ريف محافظة غوط دمشق، ريف محافظة حلب. بدأت الحقيقة نسجل بعض حالات، ومن أهمها مرض شلل الأطفال والتهاب السحايا الحقيقة، وبانتشار بعض حالات الكلى على نطاق محدود، فهذه كلها مؤشر خطير. وهو بهالمناسبة يجر أن ننوه نداء عاجل إلى منظمة الصحة العالمية والجمعيات العاملة في القطاع الصحي لضرورة التحرك بسرعة. طيب، من أجل يمكن دكتور نعم يمكن دكتور بيان الائتلاف الآن ليس هو البيان الأول الذي يحذر من الانتشار الأوبئة والأمراض المعدية والسارية والمنقرضة في سوريا، هل يعني تم هناك تواصل يعني مثمر مع جهات معينة بإيصال ربما اللقاحات الضرورية بالمساعدة في يعني إزالة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الأمراض، هل في تواصل فعلي؟ للأسف الشديد كل هذه المحاولات هي محاولات خجولة، والنظام السوري الحقيقة نجح في شل المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لفرض برنامج تلقيح صحي، فهناك محاولات حاليا خجولة، بعض المنظمات الصحية مثل أطباء بلا حدود وبعض الجمعيات الصحية الخاصة بدأت تنشط لتطبيق برنامج لقاح، وبالذات في منطقة ريف إدلب أطباء بلا حدود، وهي محاولات خجولة لا تكفي، فيكفي المجتمع الدولي أن يتحرك الآن، لأن هذه المشكلة إذا انفجرت لن تبقى في الداخل السوري، قد تنتشر إلى دول الجوار ونعاني من مشاكل صحية بالمستقبل القريب. شكرا دكتور محمد خالد، طبيب عامل في المناطق المحررة من إدلب عبر الهاتف. كشفت صحيفة سويدية عن تجاوزات يقوم بها رجال شرطة الحدود تجاه طالبي اللجوء الذين يصلون المطار هناك بواسطة جوازات سفر مزورة، وذكرت الصحيفة أن لديها معلومات عن أشخاص داخل جهاز شرطة الحدود في المطار بأن بعض رجال الشرطة يقومون بتزوير محاضر التحقيقات وتضليل المدعي العام، بالإضافة إلى اعتقال طالبي اللجوء وتوجيه تهم لهم لم يرتكبوها. وبحسب تلك الشهادات فإن التجاوزات غالبا ما تبنى على تعليمات إدارة شرطة الحدود التي تضغط في اتجاه الالتفاف على القوانين لملء سجلها بأكبر قدر من الإنجازات في حقل اكتشاف الجرائم، سعيا من هذا الجهاز الحكومي لحجز مكان مرموق له في سلم الإحصاءات الخاصة بالقضايا التي يتم حلها من قبل الشرطة. إذن أسس المحامي يوسف المطعني مركز مصر والشام للخدمات القانونية والاستشارات الإدارية للسوريين المقيمين في مصر لتقديم العون لهم هناك. المزيد في تقرير مراسلتنا أنجي سليم. اتحاد منظمات المجتمع المدني مكتب حلب وليد جديد جاء كنتيجة للغنى الذي تشهده المدينة في أعداد وتنوع مجالات واختصاصات الجمعيات والمنظمات العاملة في محافظة حلب. بعد أمية طالت نصف قرن يعود الحديث عن المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وثقافة التطوع، طريق رغم وعورته إلا أنه قد بدأ وبخطوات واثقة كما يبدو.
اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري هو أول اتحاد في تاريخ سوريا الحديث يعنى بشؤون. منذ بداية الثورة السورية عمل المحامي المصري يوسف المطعني على تقديم الدعم لها، وقام برفع العديد من القضايا في سبيل ذلك، بدءا من مطالبته بطرد السفير السوري في مصر وانتهاءا بتأسيسه مركزا لتقديم المساعدة القانونية والاستشارات الإدارية للسوريين. هو مركز خدمي قانوني مجاني يعمل على خدمة الأخوة السوريين في مصر وإعطاء الاستشارات القانونية ومساعدتهم قانونيا كيفية التعامل مع الجهات الرسمية الحكومية المصرية. تم تأسيس المركز في أول أكتوبر 2013 اتساقا مع ما قدمناه من قبل من الثورة السورية واستكمالا لها، ومركز السبب الرئيسي في إنشاؤه في هذه الأونة تحديدا هو أن السوريين في الأونة الأخيرة تعرضوا لحملات إعلامية وتشويش، فهذا أدى إلى وجود مشاكل معهم في مصر. هو طبعا دفع إنساني، وإحنا عندنا عقيدة أن مصر وسوريا شعب واحد وطن واحد. الشعب السوري طبعا بيعاني معاناة شديدة جدا وإحنا حاسين بيهم. طبعا هم لما بيلجأوا لمصر يعني بنطمح وبنأمل أن هم برضو يلقوا يعني ان احنا نرفع عن كاهلهم اي معاناه سواء قانونيه او اجرائيه او اداريه ايا كانت. يعني الكثير من المشاكل القانونيه تواجه السوريين في مصر سواء في موضوع الاقامه او الترحيل، اضافه للمحتجزين بتهمه الهجره غير الشرعيه، وكل هذه القضايا يعمل المركز على متابعتها بالمجان ودون اي مقابل. الحقيقة كانت ردود أفعال السوريين بعد ما افتتحنا المركز وأعلننا عنه ردود غير متوقعة نسبة إلى طاقم المركز. في اتصالات مكثفة كل يوم بتجينا اتصالات رسائل إلكترونية وبنحلها فوريا. ألا يشكل موضوع النادي عبء عليك كشخص على اعتبار أنك لا تتلقى أي دعم من أي جهة؟ لا شك أنه هو بيحمل المركز بعضا من النفقات، ولكن هذا استحقاق أخلاقي واستحقاق مهني استحقاق عروبي في أن المركز يقف جنب الأخوة السوريين، ليس هبة ولا منحة وأنه حق علينا. المركز لا يتلقى دعم من أحد ولا يتلقى رسوما من أحد، ولا ورغم أنه تعرض علينا فعلا بدعم من جهات سورية معينة ورجال أعمال، ولكن رفضنا كل الرفض. القائمون على المركز يتلقون دعما معنويا من السلطات المصرية والشعب المصري على حد تعبيرهم، ويطمحون لافتتاح فروع له في كافة أنحاء البلاد رغم المضايقات من العاملين في الشأن السياسي السوري الذين لا يعملون ولا يريدون لأحد أن يعمل. إذن التعاطف مع الشعب السوري والإيمان بثورته دفع القائمين على هذا المركز لإنشائه، وتبدو الضرورة ملحة والحاجة شديدة له خاصة في ظل تدهور أوضاع السوريين هنا. إنجي سليم، أورينت نيوز، القاهرة. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي السيد يوسف المطعني، محامي ومدير مكتب مصر والشام للخدمات القانونية عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، وضيفي رسم الأتاسي عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان من القاهرة عبر الهاتف. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أهلا وسهلا فيك بداية سيد يوسف المطعني. طبعا التقرير عن المكتب في مصر، بداية ما هي أبرز الخدمات التي قمتم بتقديمها فعليا للسوريين في مصر؟ في
لهم مقارن في مصر ولا يعرفون العرب عن هل تم حل فعلا بعض هذه المشاكل؟ هل تم فعلا حل بعض هذه المشاكل المتعلقة بالسوريين؟ بنتقل للأستاذ رسل الأتاسي عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان من القاهرة. أستاذ الأتاسي، يعني هل يعني عندك معلومات عن هذا المكتب؟ وأيضا بالنسبة لكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن وجود مكاتب في مصر، يعني تحت شعار وتحت عناوين مساعدة السوريين، تقديم الخدمات لهم، ولكن يفاجأ السوريون عندما يذهبون إلى هناك بأنها مكاتب نصب واحتيال، يتم أخذ جوازات سفر وطلب مبالغ مالية من أجل تسفيرهم إلى مكان معين أو تأمين أي يعني أمور قانونية يحتاجونها، ولكن يكون الواقع مختلف. الحقيقة الأستاذ يوسف أنا أعرفه وتعرفت عليه وهو يقوم ببعض المرافعات ويقوم بتقديم دعاوى لصالح بعض الأخوة السوريين. طبعا الأستاذ يوسف من ما تقبل به حول الأمور التي تقدم بها بدعاوى ويتابعها مشكورا عليها. هناك طبعا مكاتب أخرى، هناك مكتب المكاتب هشام مبارك، هناك عدة محامين في مكتب هشام مبارك كذلك يترافعون عن الأخوة السوريين ويقدمون لهم الدعاوى ويدافعون عن حقوقهم. قد يكون هناك بعض المكاتب التي تسيء، لكنها معروفة ومعدودة، يعني ليست بالكثيرة. من يقوم حاليا بشكل جدي وفقا لمعطياتنا وما نحن نعلم، مكتب الأستاذ يوسف ومكتب هشام مبارك لحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، يتعاطفون مع السوريين ويقدمون لهم الدعاوى ويدافعون عنهم مشكورين. ونحن نشكر كل من يقدم أي دعم أو أي تعاطف أو أي تعاون أو أي دفاع عن سوري من السوريين الموجودين في مصر. طيب أستاذ يوسف، حضرتك ذكرت بالتقرير بأنه العمل في هذا المكتب هو بدون مقابل، وأنه تم عرض دعم من عدة يعني جهات أو أشخاص معينين ولكنكم رفضتم. من أين يأتي التمويل بالنسبة للمكتب؟ أكيد هو بحاجة لمصاريف. طيب
نعم أستاذ يوسف، حضرتك ذكرت بأنه تعرضت إلى مضايقات من قبل معارضين سوريين، وذكرتم بأنه في تعاون من قبل السلطات المصرية معكم في هذه المواضيع، علما بأنه المشكلات التي تقومون بحلها في هذا المكتب هي يعني ترتبط بطريقة أو بأخرى بالسلطات المصرية. هذا غيرنا لان هناك بعض المستثمرين في مصر المدينه او القاره المصريه بقصد او بدون قصد يقولون باختراق القوانين المصريه، سواء يعلنوا هذا الاختراق او انهم يحلوا حدود القوانين والقواعد المصريه. لكن على اي حال نحن نتعاطف مع المشكلات والثقافه المصريه التعاون مع الاختراق القانون هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى الاخوه بعض خليط قليل من الاخوه السوريين السياسيين في مصر تحديدا قاموا باستقبالنا واستخدمونا استخدامات مباشره وغير مباشره لاننا ندفع لكثير من الناس السوري بشكل معروف ومحكومين في هذا المكان ونتحدى اي من الاخوه المتعلمين في الحرب السياسيه السوريه المعارضه في مصر. هذه المضايقات هل اكتفت بالاتهامات بأنكم تتبعون فصيل سياسي معارض معين أم تجاوزت ذلك؟ نعم. طيب أستاذ الأتاسي، حضرتك عضو أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأكيد يعني لديك العديد من القضايا المختلفة، هل يعني ممكن من خلال هذا النوع من المكاتب في مصر أن تساعدكم أكثر في رفع الدعاوي والقضايا وتحصيل الحقوق؟ أولا في الحقيقة أنا أشكر الأستاذ يوسف ومن مثله يعمل للدفاع عن السوريين بغض النظر عن انتمائه لاي فصيل من فصائل المعارضه. السوريون بحاجه الى الدعم، بحاجه الى الدفاع عنهم، لان قضاياهم ومشاكلهم كثيره. من يتبرع بغض النظر تابع او غير تابع او له علاقه باي فصيل سوري اخر، نحن نشكره لمجرد تبرعه بالدفاع عن السوريين. هذا اولا. ثانيا، من الطبيعي كثرة الإشكالات وكثرة المشاكل التي يتعرض لها السوريين، نحتاج نحن في المنظمة، مع أننا عندنا في المنظمة عدد لا بأس به من المحامين، وكذلك عند مكتب الأستاذ هشام مبارك عنده كمان لا بأس من عدد لا بأس به، ومكتب الأستاذ يوسف وآخرين، نحن بحاجة الحقيقة لأن المشاكل كثيرة، نحتاج إلى مدافعين إن كان معنويا أو قضائيا أو حقوقيا عن السوريين، مهما زاد العدد تكون هذا أفضل لصالح المصلحة. طيب برأيك لماذا يعني يتعرض أستاذ الأتاسي، لماذا برأيك يعني يتعرض سيد يوسف إلى مضايقات حتى ولو لم تكن على مستوى كبير بأنه بسؤاله إلى أي جهة سياسية سورية ينتمي وإلى آخره، لماذا برأيك؟ يا سيدتي، هذا موضوع أنا برأيي لا يؤخذ بالحسبان ولا ويجب أن لا يعطى أي بال، لأن هناك دائما متحمسين وهناك منفعلين وهناك متعاطفين مع هذا الاتجاه أو مع هذا التيار، يحاولون مثل ما تفضل الأستاذ يوسف وضع العصي في العجلات. يجب من يعمل لا يسأل عمن يقول كذا وكذا أو يحاول
تضييق على المتبرعين الداعمين المشكورين، وشكرا لهم جميعا. نعم أستاذ يوسف، يعني القيام بحل المشكلات التي لها علاقة بما يجري مع السوريين في مصر، هذا أمر ربما يكون يعني قانونيا سهل عليكم بحكم يعني وجود السلطات المصرية والحكومة المصرية، ولكن في بعض الحالات السوريين ربما يحتاجون إلى أوراق معينة، إلى أمور قانونية معينة هي مرتبطة مباشرة بالأجهزة الخاصة بالسوريين، مثل إصدار جوازات سفر أو أوراق تتعلق بقيد مدني ربما أو إلى آخره، هل تتعاملون مع هذه القضايا؟ أستاذ يوسف، حضرتك يعني عندك خلفية أو سوابق برفع الدعاوى على النظام المصري بموضوع ذكرناه بالتقرير، على موضوع السماح للسفن الإيرانية بالمرور عبر قناة السويس، وأيضا عدم التعاون مع الصين وروسيا. وسائل الإعلام المصرية يعني كانت بفترة من الفترات وما زالت إلى الآن تشن هجوم شرس جدا على السوريين بتشويه السوريين في مصر، سواء باتهامهم ب يعني ممارسات مختلفة إما بالتظاهر أو حتى موضوع جهاد النكاح الذي تم الحديث عنه في وسائل الإعلام. هل اتخذت أي إجراء معين ضد هذا الموضوع؟ طيب هو السؤال، اعذرني استاذ يوسف لانه ما ضل في وقت، انه حضرتك هل اقمت يعني اي اجراء ضد هذا الموضوع؟ طيب سؤال أخير إذا سمحت لي سيد يوسف، يعني بسبب كثرة المكاتب في مصر
كما تحدثنا سابقا التي قد يعني تشكل مكان مناسب لعمليات النصب والاحتيال واستغلال الحاجة الآن. هل عملكم بدون مقابل يكفي لأن يعطي ضمانة بأن هذا المكتب بعيد نهائيا عن هذه الصفات؟ نعم، شكرا يوسف المطعني، محامي ومدير مكتب مصر والشام للخدمات القانونية، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، وأشكر ضيفي راسم الأتاسي عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان كان معي عبر الهاتف من القاهرة. انطلق مكتب حلب لاتحاد منظمات المجتمع المدني قبل نحو شهر، تمكن خلالها من ضم أكثر من 35 جمعية ومنظمة. المكتب يسعى من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجمعيات والمنظمات وتقديم الاستشارات اللازمة إلى رفع كفاءة عمل المنظمات وزيادة فعاليتها. نتابع التقرير ونعود للنقاش. اتحاد منظمات المجتمع المدني مكتب حلب وليد جديد جاء كنتيجة للغنى الذي تشهده المدينة في أعداد وتنوع مجالات واختصاصات الجمعيات والمنظمات العاملة في محافظة حلب. بعد أمية طالت نصف قرن يعود الحديث عن المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية وثقافة التطوع، طريق رغم وعورته إلا أنه قد بدأ وبخطوات واثقة كما يبدو. اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري هو أول اتحاد في تاريخ سوريا الحديث يعنى بشؤون الوطن والمواطن، وهو اتحاد مستقل غير حكومي غير مرتبط بأي اتجاه سياسي، يهدف إلى الوصول في العمل المؤسسات الأهلي المنظم، يقدم خبرات للمنظمات التي تنضم للاتحاد، يقدم دورات تدريبية، يقدم استشارات، وهو ليس له علاقة بأي اتجاه سياسي أو ديني أو عرقي، فهو يقبل كل المنظمات داخل الوطن سوريا وخارجها. من أجل سد ثغرة الغياب الكامل للدولة في المناطق المحررة وجدت عشرات الجمعيات والمنظمات باختصاصات ومجالات متنوعة. يأمل اتحاد منظمات المجتمع المدني مكتب حلب أن يتم تأطير هذه الجهود وزيادة فعاليتها، وذلك من خلال التنسيق والتشبيك وتقديم الاستشارات اللازمة. استطاع مكتب حلب لاتحاد منظمات المجتمع المدني التشبيك والتنسيق مع أكثر من 60% من المؤسسات والجمعيات في المدينة. تشهد ولادة مفهوم منظمات المجتمع المدني نقاش واسع، فإلى جانب التوافق على أهمية وجود هكذا كيان، إلا أن هامش الانتقاد والأخذ والرد متاح سعيا لبناء يتأسس بشكل مؤسساتي علمي وسليم. قاضي الوجود الاتحاد ضروري جدا لتنظيم عمل المؤسسات المجتمع المدني. وجود هالاتحاد بحد ذاته بيرسخ فكرة العمل المؤسساتي. أهم الانتقادات أنه برأي لازم الكوادر أن تكون مؤهلة بشكل أكبر، أيضا تفعيل دورات التدريبية لمؤسسة المجتمع المدني والكوادر كوادر هذه المؤسسات، ليثبت الاتحاد جدارته أو ليثبت فرع الاتحاد في حلب جدارته بشكل أكبر. المهم أن يكون الانتماء وطني والأجندة وطنية، المهم نجاح هذه الفكرة، فكرة الاتحاد. مما أفرزته الثورة بشكل واضح هو عودة السوريون للاهتمام بالشأن العام. كانت منظمات المجتمع المدني بوابتهم للوصول بالمجتمع السوري لأرقى معايير المواطنة والتقدم. رأفة الرفاعي، أورينت نيوز، حلب. أناقش هذا الموضوع مع الدكتور خضر السطري الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوري عبر سكايب، وضيفي المحامي عبد الرحمن العلاف عضو مجلس القضاء الموحد ورئيس منظمة إنماء حلب من هناك عبر سكايب أيضا. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور خضر بداية، يعني خطوة إنشاء اتحاد منظمات المجتمع المدني انضمت إليها أكثر من 35 منظمة، ما هي
أهم الأمور التي تقومون بها في هذه المنظمة، منظمة يعني تعتبر من منظمات المجتمع المدني، وهل هناك صعوبة خاصة بأن العمل المجتمعي المدني في سوريا ظل غائبا لفترة طويلة بسبب النظام؟ دكتور خضر، دكتور خضر، نعم سيدك، نعم دكتور، أهلا وسهلا فيك. بداية حضرتك الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوري اللي انضمت له أكثر من 35 منظمة، يعني العمل المجتمعي المدني كان غائب في سوريا لفترات طويلة بسبب حكم نظام البعث، كيف تجدون الآن هذا العمل؟ ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟ نحن بدأنا هذا الاتحاد أكثر من سنة، وكان عدد 35. طيب الصوت غير واضح معك دكتور، ريثما يتم يعني تجهيز الصوت بشكل واضح. أنتقل لضيفي المحامي عبد الرحمن العلاف. أستاذ العلاف، يعني تجربة منظمات مجتمع مدني واتحاد لهذه المنظمات برأيك إلى أي درجة يمكن أن تكون بديل يعني مجتمعي يقدم الخدمات الضرورية للمجتمع؟ السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. نترحم على شهداء ثورتنا العظيمة. طبعا المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني في سوريا كان مفقود نهائيا، ولم نتعلم هذه الثقافة بعد التفحر اللي عشناه في مرحلة آل الأسد. مع بداية الثورة بدأت الناس تتشكل كمجتمعات مدنية وأهلية، وبدأت تأخذ شكل المنظمات أو الجمعيات. طبعا مع بدايات النازحين بدأنا نعمل في الإيواء، في تأمين حاجات النازحين بشكل كامل، وهذا مما دعانا لتنظيم عملنا. بدأنا ننظم ونأخذ تسميات، لأنه الداعمين يحتاجوا إلى مشاريع. نحن لا نعرف شيء، بدأنا نساوي نظام داخلي. تعرفنا على الاتحاد لأول مرة في اسطنبول من خلال دورة تدريبية لكيفية إعداد المشروع، لكيفية عمل المنظمات ومنظمات المجتمع الأهلي. طيب تعلمنا من الاتحاد كيفية تسويق المشاريع. بالنسبة لي يعني مشاريع الاتحاد، بالنسبة لمشاريع الاتحاد، وهنا اسمح لي أعود للدكتور خضر. دكتور خضر، ما الحاجة التي دعت إلى هذا إنشاء الاتحاد منظمات المجتمع المدني؟ هل هو يقوم بالوظيفة الأساسية أو المهام الأساسية التي من المفترض أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني، أم أنه يملأ أيضا فراغ كان يجب أن تملأه مؤسسات أخرى لتقديم الخدمات المجتمعية؟ يا سيدتي الكريمة، في بداية الثورة السورية كان هناك عدد بسيط من منظمات المجتمع المدني تدعم بشكل بسيط وبشكل فردي، ثم تطورت، كانت تنسيقيات، ثم أصبحت منظمات مجتمع مدني وكانت أعدادها قليلة. ثم أتى اتحاد منظمات المجتمع المدني قبل عام ونصف من الآن وأنشأ هذا الاتحاد. كانت هيئة تأسيسية 30 منظمة تقريبا، ثم انطلق ليدير إدارة العمل المدني. لا يوجد أحد في الساحة يدير العمل المدني، يوجد منظمة تدير الإغاثة بمفردها، منظمة تعمل في حقوق الإنسان، يوجد هناك فراغ كبير في منظمات كثيرة لا توجد في المجتمع السوري، لا يوجد البنية التحتية للعمل المدني في سوريا. النظام السوري قام بتدميرها وتدمير الحياة المدنية. إذا قلنا لابد من تطوير العمل المدني. طيب هناك ماهية العمل المدني؟
دكتور، يعني هناك فرق بين العمل المدني والمنظمات المجتمع المدني في ماهية وصلب مهامة ووظائفها، وبين المؤسسات التي يجب أن تقدم الخدمات للمواطنين. يعني أنتوا عملكم كيف بيكون؟ إحنا عملنا يقوم في تنظيم وتطوير أداء منظمات المجتمع المدني الموجودة أساساً، وإنشاء المنظمات التي هي غير موجودة. تعرفين سيدتي حضرتك، لا يوجد كثير من المنظمات التي تعتني بالمرأة السورية، ولا يوجد كثير من المنظمات التي تعتني بالطفولة، بالسلم الأهلي والاجتماعي، بالإعاقة. هناك عدد كبير في المنظمات. نحن نقوم في هذا الاتحاد، عندنا نموذج لعشرين منظمة مجتمع مدني في الحد الأدنى للعمل المدني في سوريا، ونحن نقوم بإنشاء بعض هذه المنظمات. أنشأنا العشرات هذا العام، من أول العام حتى الآن أنشأنا أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني جديدة على جميع الساحات، وقمنا بالتواصل مع منظمات أخرى، وقمنا بتطوير العمل المدني، ونقوم بأعمال تدريبية للمنظمات الموجودة. المجتمع المدني السوري، الشعب السوري هو شعب حي، وإلى الآن التقارير تقول يوجد 60% من الدعم المدني هو من الداخل السوري، ومن الخارج يوجد يأتي ولكن يأتي القليل. هناك عدم تنظيم للساحة في العمل المدني. يوجد أكثر من 2000 منظمة مجتمع مدني موجودة في سوريا، ولكن الفاعل منها هو 12% فقط. هناك عدم تنظيم في ساحة العمل المدني. مثلا على المثال، أكثر من 80% من الإيرادات المدنية والإغاثية والطبية التي تأتي إلى سوريا يتوزع في محافظتين من محافظات سوريا، بينما 20% فقط من هذا الدعم إلى باقي المدن. طيب أستاذ العلاف، يعني الدعم بالنسبة لهذه المنظمات كيف يكون ومن أين؟ يعني هل هي جهود فردية معينة؟ هل هي جهات معينة؟ هو بمجهودات شخصية وعلاقات خاصة وفردية. مع التعرف على اتحاد منظمات المجتمع المدني، بدأت المنظمات تتعلم كيفية تسويق مشاريع أمام الهيئات والمنظمات العالمية، إن كان في تركيا أو في دول الخليج أو حتى في أوروبا، طبعا بالإضافة للداعمين الشخصيين. طبعا الاتحاد وجوده في حلب كان من أهم المنجز في الثورة السورية الحقيقة. يعني بدأنا نلاحظ مناطق خالية تماما من منظمات، وحاولنا أن ندعم تأسيس منظمات في مناطق التي لا يوجد فيها منظمات. محامي عبد الرحمن العلاف، أغلب الناشطين لا يعرفوا عن طريقة إعداد المشاريع وطريقة تسويق المشاريع. شكرا المحامي عبد الرحمن العلاف، عضو مجلس القضاء المحد ورئيس منظمة إنماء حلب، كنت معي عبر سكايب من هناك. وأشكر الدكتور خضر السوطري الأمين العام لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كان معي أيضا عبر سكايب من هناك. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من هنا سوريا. يمكنكم دائما التواصل معنا بأرائكم، أي مواضيع تودون المشاركة معنا فيها، قضايا تودون طرحها، يمكنكم التواصل على صفحتنا على الفيسبوك برنامج هنا سوريا الظاهرة على الشاشة. يبدو أن حاجة جنود النظام للثياب الداخلية وأدوية الإمساك تزداد يوميا، والمؤكد حسب لقطة اليوم أن النظام لم يعد يملك أكثر من ذلك ليقدمه لهم. إلى اللقاء. تبغى لا تكون هذه المظلة يكون فيها شيء مفقود، هذه المظلة تم اغتنامها ولله الحمد، كان يرموها على الفرقة 17 الله أكبر التي محاصرة من جميع الجهات. عندهم جرحى كثير. أمانة العميد ياسين حسون، بشار ملحي مهندسي، امانات للضباط. الله اكبر تكبير، الله اكبر. 17 قوات حرس الحدود تصل الى العميد ناظم. صور لازم الدالي بقى ذكر نوصل له اياها يا شباب. بيعطي له بانجان وبصل ايلي وفليفله، كاني مشتي على المكمور هذا. ليش ما بيعطي شو انجليش؟ سجل علبه. شو هاي؟ حلاوي هاي شغل جيش. اتصلكم ما اكلتوا حلاوي. هاي علبة حلاوي. الله اكبر.
اكبر الحمد لله. اشو اللي صحي الطيلين؟ بطاطا 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 مشتين على البطاطا المسلوقه بس نساني ما يبعثوا لهم بيض. اشو هي الكرتونه اللي لسه فيها؟ جيبها. الله اكبر. امانات امانات. العميد ناظم التالي حرس الحدود. الله اكبر. بعتي له زيت كاني بطني بيوجع على ممغوص حمراء. ما يدخن حمراء. قوات حرس الحدود العميد ناظم الدالي. شوف مش مع امراض. شوف مش مع امراض. راجوا راجوا افتح الحب الجوا. مضاد حموضه لا يسبب الامساك. شامبو شامبو صانصيل سيفن اب. تكبير. الله اكبر. العميد ياسين حسون انت شامبو صانصيل. لك لا هو عندنا اياها مفتوحه. لك حتى لا يكون موسفنا للشعر المصبوغ يا اسفا يا اسفا على هالطباط. الله اكبر. لك عشان بيعطي له برازي بالاسلام بوكسرات بيعطي له يا اسفا. طباط وعمداء من الجيش لا يستطيعون ان يخرجون من الفرقه 17. ياسين حسوني عميد ياسين حسون قل له كلاسينك معنا.